أهلا بكم من جديد. فقرة ضيف اليوم نستضيف فيها الدكتور إدريس قصوري المحلل السياسي لنناقش معه المغزى الذي يحمله تخليد العالم والمغرب لليوم العالمي للهجرة الذي يأتي متزامنا مع مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المغرب في هذا الاتجاه عبر تسوية وضعيات المهاجرين للتخفيف من معاناتهم وإدماجهم ضمن النسيج السوسيو اجتماعي. دكتور قصوري أهلا بك معنا مرة أهلا أخرى. أهلا وسهلا. هذا اليوم العالمي للمهاجر الذي اختير له يوم 18 من دجنبر من كل سنة يصادف أو يأتي في ظروف عربية وكذلك إفريقية مأساوية بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما تعليقك على ذلك؟ للأسف الشديد أن هذا اليوم العالمي الذي كان يتوخى المنتظم الدولي منه والمدني أيضا من الاحتفال به هو توسيع وتعزيز وتقوية حقوق الشعوب وحقوق المهاجرين واللاجئين أيضا في بقاع العالم وتمكينهم من أبسط الحقوق في منظومة حقوق الإنسان من أجل التكيف والاندماج ومن أجل تحسين لقمة العيش ومن أجل الكرامة الإنسانية. نرى اليوم أن هذا اليوم يأتي في سياق عربي وقاري للأسف الشديد ليس في مصلحة حقوق المهاجرين ولا اللاجئين، وهناك لحظة ضعف عربي وإفريقي تكاد تكون شاملة لا تسير في الاتجاه الصحيح لتطوير هذه الحقوق إلا بالنسبة لبعض الدول بطبيعة الحال، وبالتالي المغرب وبقوة شكل استثناء. بكل تأكيد أنه يظل المغرب في هذا السياق وفي هذا النسق المختل والمتناقض والسيء والسلبي بالنسبة للحقوق أنه لحظة مضيئة ويعبر عن كونه بطبيعة الحال من تجديد هذه العملية الثانية لتمكين المهاجرين سواء العرب أو الأفارقة من وثائقهم ومن إمكانيات الاندماج على رأس يوجه من خلالها رسالة لكل من يهمه الأمر بأن علاقته الإفريقية هي علاقات أكثر ويريد أن تكون أكثر كثافة وأكثر عمقا وأكثر أمنا وأكثر استقرارا، وتستند هذه العلاقة على مصالح إفريقية متبادلة واسعة النطاق يضيف لها المغرب اليوم كفاعل ديمقراطي نجاعة في حقوق الإنسان تنضاف إلى سلسلة التنمية وحلقات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعبر عن هذه الدينامية المغربية والرؤية والاستراتيجية المنتظمة والدائمة. ولماذا في رأيك دكتور لا يتم الانكباب على الإدماج في تجارب أخرى في دول أخرى، علما أن دول عظمى يعني جد متقدمة تفطنت إلى هذا الجانب وهو إغناء مجتمعها بقدرات وكفاءات وثقافات مختلفة، وكثير من الدول العظمى قامت على هذا المزيج. هذا القرن وفي بداياته هناك معايير للتنمية رسمت في نهاية القرن، وكان طلب الدول هو أن تحترمها إلى حدود 2015 ثم تجددت هذه المعايير، وهذا القرن يقوم على أسس ليس هي أسس القرن الماضي، هذا القرن يقوم على أسس المعرفة والمعلومات ورأس المال البشري وتبادل وتقاسم الخبرات والانفتاح على مختلف الطاقات كما ذكرتم. كذلك أصبح العالم قرية صغيرة، أصبحت الجدران والحدود تهدم ما بين الدول وأصبحت تعطي نتائج كبيرة للعيش المشترك والاندماج، فمن التقط الرسائل من الدول يتبنى سلوكا للدولة إيجابيا ويكسر ويتبنى نمطا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا في العلاقات المشتركة ويقوي العلاقات المشتركة، للأسف الشديد هناك من الدول من تتبنى سلوكا آخر سلوكا يقوض العلاقات المشتركة
ويضعفها سلوكا يزيد نحو تدعيم الإثنيات والعرقية والأقليات وازدهار الانفصال، وهو يسير في اتجاه القرن الماضي وأسس التي شكلت مقومات القرن الماضي. إذن هو يسير في خطة استعمارية وليس في خطة للتنمية. المغرب بتبنيه لهذه المنظومة الحقوقية وأنه يثبت نفسه كرائد حقوقي في هذه المنطقة ليس حتى برغم براغماتية. المغرب يعي بأن المخاطر التي تهدد الكيان العربي الإفريقي هي مخاطر كبيرة جدا وخطيرة جدا على مقومات الدولة والدول والمؤسسات العربية الإفريقية نفسها أكثر مما هي خطيرة على الشعوب. إذا العملية ترتبط بمعطيات دقيقة على المستوى الإفريقي العربي بكل تأكيد. الخطابات الملكية عبرت عن هذا، والحركية والدينامية التي أطلقتها هي تسير في هذا الاتجاه، بأن ما تعرض له المنطقة العربية بمختلف جغرافيتها وإفريقيا، وأن القادم من الأيام بالنسبة في المخططات الدولية يشكل مخاطر خطيرة جدا وفظيعة على استمرار وجود كيان الدول والأنظمة قبل الشعوب، ولهذا يسارع من أجل تثبيت وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية كي تكون أرضية صلبة ومناعة ضد كل المخططات الأجنبية، كما يعمل من أجل إعادة اللحمة والجسور للمؤسسات العربية والتنسيق العربي المشترك من أجل قطع الطريق، أن تكون هناك وحدات قوية في مجتمع لا يؤمن إلا بالوحدات القوية من أجل قطع الطريق عن كل المخططات الدولية الطامعة في الدول العربية والإفريقية. ولكن دكتور قصوري، بالنظر للتفاوتات في طريقة التعامل مع المهاجرين بصفة عامة ضمن الدول العربية، هل يمكن القول أن النظام العربي يسير في اتجاهين معاكسين بخصوص هذه القضية؟ بكل تأكيد النظام العربي اليوم يسير في اتجاهين معاكسين، ولا نقول متوازيين، ذلك أن هناك من يتبنى رؤية مصيرية مستقبلية، وهناك من يتبنى رؤية نكوصية نحو منتصف القرن الماضي وتبعاته، ويعيش على التشتيت والتمزيق والتشتت، وعلى ويتبنى في إطار العلاقات العربية ليس التكامل والتنافس، وإنما يعيش على الصراع، وهذا ما يظن بأنه سيؤبده ويخلده كدولة، لأن ليس له ما يقدم للشعوب العربية في الوقت الذي ينبغي الآن توحيد الجهود من أجل تمتين العلاقات وتجسيرها. أظن أن النظام الجزائري بالنسبة إلينا في هذه النقطة وما قام به بالنسبة للإخوة الأشقاء الأفارقة في هذه المرحلة يعيش أزمة هوية لنظام ودولة، ويعيش أزمة في قيمه الأساسية وفي هذه القيم المشكلة للدولة، وفي عقيدته الهوياتية في الانتماء للعربي ولا الإفريقي، وهو يقوض كل الجهود ويقوض الاتجاه الذي يسير فيه المغرب أساسا، ويشكل اتجاها معاكسا للأسف الشديد بشكل لا مبرر له وبشكل مجاني، في حين أن الدول اليوم تعي بأنه لا بد للدول العربية والإفريقية كي تستمر وتصمد، لا بد أن تشتغل يوميا يدا في يد وجنبا إلى جنب، وأن تحل مشاكلها بنفسها في إطار جنوب جنوب، ولا تعتمد على السياسات الاستعمارية. لماذا دكتور قصوري ليس هناك لنقول قرار موحد قاري إقليمي تجاه قضية المهاجرين؟ للأسف الشديد أن المدة التي اشتغلت فيها المؤسسات العربية والإفريقية في نوع من الجمود والتفرقة والصراعات الداخلية مدة طالت
واستفحلت، وبالتالي لم تعيش مرحلة ازدهار التي تجعل أن الانسجام والتنسيق والاتساق ينتصر على هذا التفتيت وعلى هذه الصراعات الداخلية والخارجية. كذلك أن دور المجتمعات المدنية تعطل بشكل كبير، وكذلك تسيير الدول من المركز وليس من الأدنى في إطار توافق وتوازن، وحتى الدول أنها تنظر لا تنظر من موقع قومي يراعي المصالح ما بين الدول ومصالح المؤسسات، وإنما يراعي فقط بشكل مصلحة الدولة الوحيدة والمصلحة الأحادية بشكل براغماتي. فج هو الذي جعل هذا التشرذم يدوم ويطول عمره، وجعل تبني رؤية أخرى مخالفة صعب جدا بالنسبة لبعض الدول. طيب، هذه الصورة المتضاربة دكتور قصوري، ألا ليس لها تأثير على هوية المؤسسات الإقليمية والقارية؟ بالنسبة بطبيعة الحال، ولكن اسمح لي أن أضيف نقطة كذلك، أن عدم تغيير مجموعة من القيادات في مجموعة من الدول كذلك جعل الأمر يسترسل بالنسبة لاختيار الرؤية الماضوية على اختيار الرؤية المستقبلية. بطبيعة الحال أن ما شرحته الآن وما ذكرت ربما يجيب عن هذه النقطة، هو أن هوية المؤسسات العربية سواء في الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي أو حتى بعض المؤسسات الفرعية، حتى سابقا غياب الاتحاد المغاربي يؤثر على هويتها. ففي حين أنها الهوية سابقا هوية التأسيس كانت تقوم على مبادئ عاطفية وجدانية إنسانية لغوية تاريخية حضارية وإقليمية، وعلى الدم وعلى الدين وعلى أشياء التي توثق العرى وتجعلها قائمة وتعمق العلاقات والصلات والخطوات ما بين الشعوب. في حين اليوم بدأنا نلاحظ التصور يقوم على الدولة الواحدة في جغرافيا وكأنها موجودة قصرا في منطقة معينة، وبدأت هناك تقطع الأواصر مع جيرانها، وكأن القرار الدولة هي التي تقرر من فوق، وليس هناك شعوب تعيش متداخلة ومتجاورة ومتواصلة وبينها صلات دم. للأسف الشديد هذا الاختيار اختيار ليس لا يسير في اتجاه التنمية. الاختيار إذن يؤثر على هوية المؤسسات ويعطي نتائج سلبية، ويعطي هذا النوع من القرارات مثل قرار الجزائر في علاقته تجاه الإخوة الأفارقة. طيب، على ذكر المؤسسات، هناك اجتماع عقد مؤخرا في أبوجا بحضور 10 دول إفريقية خصص لغامبيا، ولدعوة الرئيس الذي خسر الانتخابات إلى احترام نتائج العملية الديمقراطية. هل تتوقع أن تصل إفريقيا يوما ما إلى مستوى أن تجتمع لكي على الأقل تدافع عن هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون في وضع هشاشة؟ هذا المؤشر هو مؤشر إيجابي عن أن التحولات الحاصلة اليوم في النظام العربي والنظام الإفريقي معا هي تحولات إيجابية، هي تحولات نحو المستقبل. تشبيه هناك ديمقراطيات ناشئة، هناك نزوع وتحول نحو الديمقراطية ونحو الوحدة ونحو الانصهار الإثنياتي من خلال التصديق على الوحدة السياسية والمركزية للبلد، هي التي توفر الأمن وتوفر الاستقرار وتوفر التنمية. ينبغي التقاط هذه الإشارات والاتجاه والسير في اتجاهها بالنسبة للمؤسسات العربية والإفريقية في اشتغالها. العكس هو الذي يحدث، هناك من يغض الطرف عن هذه الإشارات الإيجابية. وأظن أن هذا مؤشر كذلك إيجابي على التحول بالنسبة للمجتمع المدني الناشئ ودينامية هذا المجتمع التي أصبحت لها كلمتها وستكون لها كلمتها في المستقبل، من أجل ردع على الأقل بعض السياسات لبعض الدول وبعض السلوكات لبعض الدول التي تتنافى كليا وأصبحت تتعامل بديماغوجيا وأصبحت مجرد شعارات نظرية ليس ما يؤكدها في الواقع وبالفعل كسياسات تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية لمصلحة الشعوب. هل ترى دكتور أن ردود الفعل حتى الساعة هي في مستوى مأساة هؤلاء المهاجرين الذين رحلوا؟
هذه الردود الفعل حتى الساعة ليست في المستوى، لأنها أولا ردود فعل أولية بالنسبة لمجتمع مدني ناشئ في ديمقراطيات ناشئة، ومجتمع يبحث عن ذاته وديمقراطيات تبحث عن ذاتها، ودول كذلك في مرحلة من إعادة بناء الدولة المركزية وتجسير علاقتها مع المجتمع المدني، ولكن نتائجها وثمارها ستكون في ما بعد، ستعطي تحولا جذريا في العلاقات ما بين دولة ما بين دولة، وعدم التعامل بتساهل مع أي دولة التي تخرق هذه اللحمة المشتركة للدول الإفريقية والعربية. الدكتور إدريس قصوري المحلل السياسي، نشكرك جزيل الشكر.